جزاكم الله خيرا. هذه السائلة تسأل عن سفر الشغالة مع الأهل، مع أهل البيت لغرض العمرة، علما بأنه لا يوجد معها محرم. شيخ، الشغالة إذا كانت مع الأسرة ولا يخلو بها رجل ولا يخشى منها فتنة، وهي مع أسرة مع نساء، فلا بأس أن تخرج معهم، لأن بقاءها في البلد وسفرهم عنها أيضا يعرضها للفتنة أكثر، وكونها معهم ويحافظون عليها وتكون مع النساء فهذا أخف ضررا من بقائها في البلد. وعلى كل حال سفرها بدون محرم حرام، ولكن إذا كانت مع أسرة فسفرها معهم أخف ضررا من بقائها في البلد. نعم.